السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. الألغام اللي زرعها تنظيم داعش بمناطق سيطرته قبل ما ينسحب منها هي اليوم واحدة من أكبر التهديدات اللي عم تقلق السوريين بالشمال السوري. مشان هيك طلعت عدة فرق ومنظمات سورية حاولت تشتغل ضمن إمكانياتها على إزالة الألغام. المركز السوري للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب SMAC هو واحد من هاي الفرق، بضم أكثر من 50 متطوع بيشتغلوا من خلال 5 برامج، وهي الاستجابة السريعة ومساعدة الأهالي، نزع الألغام، التوعية بمخاطر الألغام، ودعم ضحايا الألغام، وتدمير المخزون. نشأ مركز SMAC كمبادرة شبابية سنة 2015 من مدينة عزاز بمحافظة حلب، على أثر تراجع تنظيم الدولة الإسلامية قدام فصائل الجيش الحر بمناطق مختلفة شمال سوريا. وتحولت المبادرة بنهاية السنة الماضية لمنظومة عمل كاملة بتتضمن سياسات ومعايير وبرامج منظمة. المركز بيشتغل بالتعاون مع هيئات مدنية بالشمال السوري، وبيشمل 50 مجلس محلي بحلب وإدلب وحما واللاذقية، والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف ولجنة إعادة الاستقرار بحلب والشرطة الحرة. من الحملات اللي عملها المركز السوري للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب SMAC حملة توعية للأطفال وطلاب المدارس بالمنطقة الشمالية من ريف حلب. الحملة بتهدف لرفع وعي الطلاب بموضوع الألغام ومخلفات الحرب ومخاطرها وباب الوقاية منها. الحملة بتهدف لرفع وعي الطلاب بموضوع الألغام ومخلفات الحرب ومخاطرها وآليات الوقاية منها. استهدفت الحملة 20 مدرسة بمناطق ريف حلب، وتوزعت من خلالها كتيبات صغيرة بتروي قصص للأطفال عن الألغام ومخاطرها مع بروشورات الحملة. وهذا النوع من الحملات بيكررها المركز بشكل دوري لحتى دائما يكون في توعية للكبار والصغار بمخاطر الألغام والوقاية منها قدر الإمكان، بالإضافة لشغلهم على نزع الألغام ودعم الضحايا النابع من خوفهم وحرصهم على أهلهم السوريين، لأنه هن عن جد سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.